لهذا اللقاء كيدخل في إطار تبادل التجارب، بحيث أولا المغرب ودولة المكسيك لهم علاقات طيبة منذ 6 عقود، هناك مبادلات تجارية وهناك أيضا علاقات ثقافية وسياسية متينة، وأيضا من ناحية الجامعات هناك اليوم يعني تبادل العلاقات الجامعية. وفي هذا الإطار كان مستقبله اليوم في كلية الحقوق وجامعة الحسنية الدار البيضاء السيدة الوزيرة الملحقة بالمحكمة العليا لدولة المكسيك، اللي غادي تعطينا واحد المحاضرة حول موضوع الرقمنة ويعني أثرها على تغير المهن القانونية. كتأتي هذه المحاضرة في إطار التفاعل الطلبة والأساتذة مع تجارب دولية وما تعرفه الميادين القانونية من تحولات، خصوصا كنعرفوا اليوم بأن الرقمنة هي كتدخل يعني الميادين بصفة عامة وخصوصا الميادين القانونية، وغادي يكون عندها آثار يعني على يعني هذه المهن القانونيه اللي الطلبه احنا اليوم كنوجدوهم باش يكونوا ان شاء الله فاعلين في المستقبل، وهذا الاغناء بتجارب اخرى ما يمكن الا يزيد رصيدهم يعني من كفاءات ومن مهارات اللي ان شاء الله تنفعهم. وايضا بالنسبه للاساتذه والباحثين اللي هما كيهتموا بتجارب دوليه، واليوم عندنا يعني دوله المكسيك اللي ايضا لها باع يعني في الميادين القانونيه، اللي غادي نحاولوا نستقيوا بعض يعني الخلاصات من التجربه ديالها ونحاولوا يكون هناك تبادل ما بين دوله المغرب ودوله المكسيك في هذا الميدان الحساس. الانفتاح ديال الجامعه ديالنا على فاعلين دوليين، اليوم كنستقبلوا شخصيه بارزه في ميدان القضاء في دوله المكسيك اللي غادي تعطي محاضره في موضوع الرقمنه ديال الاجراءات والتدابير القضائيه والقانونيه، خصوصا ان البلاد ديالنا خدات هذا الاتجاه كاتجاه استراتيجي وكرافعه اللي نص عليها النموذج التنموي الجديد. وحنا اليوم بصدد مناقشة هذه المواضيع في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية، باش حتى الجامعات تطلع بالدور ديالها في المواكبة ديال رجال القضاء ورجال القانون فيما يخص هذا يعني الورش ديال الرقمنة، اللي هو أساسي بالنسبة لتقريب المواطنين من الحاجيه ديالهم الاداره ديالهم، مزيد من الشفافيه ومزيد من السرعه في التنفيذ. يعني كنعرفوا ان وزاره العدل تلقات واحد المنصه مؤخرا في شهر فبراير اللي كتعنى بالرقمنه ديال الاجراءات والتدابير اللي هي مفتوحه في وجه المواطنين. الندوه هذه جات في هذا السياق هذا انها كتبرز المكانه ديال الذكاء الاصطناعي اللي ولات اصبحت الدوله المغربيه والعالم باسره يعني كينهج هذه المساله ديال الذكاء الاصطناعي، وكينهج السلسله ديال رقمنه القضاء، وهذه هي السلسله اللي كتشاهد عليها الدوله وكتحاول انها يعني تبرزها على ارض الواقع. الندوه هذه كانت تعزز المكانه ديال البلدين ما بين المملكه المغربيه والدوله المكسيكو، وهذه المساله هذه يعني الدور ديالنا حنايا كطلبه فيها هي انها كتخلينا اننا نفاتحوا على ما يجري يعني في قانونيا وقضائيا في الدول المقارنه وفي القانون المقارن يعني في الدول يعني اللي عندها علاقه متشابهه مع المملكه المغربيه، وكتخلي حتى الطالب القانوني انه تكون عنده واحد الرؤيه يعني بين ما هو يعني موجود عنده في المغرب وما هو موجود في الدول الاخرى، وكيتعزز حتى من الافكار ديالو، وهادشي كيأثر عليه في اطار يعني وكيبان عليه في اطار البحوث ديالو وفي اطار الممارسه ديالو ان شاء الله.